الأبطال في حركة أبناء البلد، أخصها بالذكر لوقفاتها المبدئية دائما معنا. كسرنا به شعبه وكسرنا في الأقصى والقدس، ستنتصرون بإذن الله. الحضور الكريم، إخوتنا الأسرى المحررين، ذوي الشهداء والأسرى أكرم منا جميعا، أحباب الشهداء، إخوة الصحفيين في رام الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما دفعنا لهذه الخطوة الآن؟ المستجدات الجديدة والخطيرة داخل مشفى أسف الرفيه التي نبدأ منها، اعتداء بالضرب على المعتصمين في مشفى أسف الرفيه مع الأخ الحبيب هشام بهواش الذي هو بين الشهادة والشهادة، قاب قوسين أدنى من الشهادة. الاحتلال لا يريد أهلنا المقدسيين أن يكونوا بالقرب من الأخ هشام بهواش. الاحتلال لا يريد أهلنا في فلسطين المحتلة عام 48 أن يتوحدوا على قضية أسرانا داخل سجون الاحتلال، ومقدمهم اليوم الأخ الحبيب والفد هشام بهواش، لنخرج سوية في النقب في المثلث، لتكون عليهم من كل المناطق بالحافلات في المركبات، وحيث قطعوا علينا الطريق أن نعتصم هناك. ليس لنا مفر، إما أن ننتصر أو ننتصر. نحن على مقربة من مقر المقاطعة الفلسطينية التي قتل فيها الاحتلال الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وقتل فيها الرئيس الراحل الشهيد أبو عمار، وقتل فينا العديد من الشهداء في رام الله. الإخوة الكرام، الاحتلال يمعن في الاعتقالات التي يريد فيها وقف نضالنا مع إخوتنا الأسر الإداريين ومعتقلين إداريين. نحن اليوم أيضا في نضال جمعي فلسطيني ضد الاعتقال الإداري، وسلمنا على الموجودين غاد وقلنا لهم انتبهوا إلكم إخوي غاد، اخرجوا في بيان، يخرج الرئيس الفلسطيني يقول الحرية لهشام هواش، يخرج رئيس الوزراء يعملوا اعتصامهم غاد، الحكومة تروح أبدارهم. نحن موجودين الآن في داخل مقر الصليب الأحمر معتصمين، ومن يقول لنا في خطوات أخرى ممكن تعتصموا في محل ثاني يأخذنا عن الاتحاد الأوروبي. أنا ممكن أريح الصليب الأحمر فقط بالخروج هنا إلى مقر الاتحاد الأوروبي أو مقرات أممية أخرى أو مقرات مع الدول العربية تطبع مع هذا الاحتلال. دخلونا على السفارة. يا من تبحثون عن الأرزاق، هناك من يبحث عما هو أثمن من الأرزاق، يبحث عن حريتنا وعزتنا. وبتشكر كل من إلا بدعم هشام وعلى رأسهم المقاومة. هذه رسالة زوجة هشام، ما أنكم تنطقون، وأقول لك لست متجنيا. إنسان بكرامته غطى على كل كرامة شعبنا. الآن المطلوب من كل قطاعات شعبنا تعي طبيعة التحدي اللي بيواجهنا في كرامتنا، عدم العمل بكل قوة لإغلاق ملف الاعتقال الإداري اللي هو يعني كونيا محرم وخارج عن القانون. هذا بيتطلب من ثلاث مستويات العمل. أول شيء المستوى الرسمي لازم يكون في عنده موقف واضح من قصة الاعتقال الإداري، والمسألة الثانية الأطر المنظمة، الأحزاب، المؤسسات، الحركات لازم يكون عندها خطة متكاملة في هذا الموضوع. والمسألة الثالثة جماهير شعبنا، جماهير شعبنا لازم يعني إلى متى إلى متى إلى متى اللي بيصير شيء يعني محزن، اللي بيصير إنه هاي الجماهير اللي بتنزل لساتها نعتقد إنها متواضعة. والله لا أعتقد إنه في رسالة كادر الواحد يوجه أكثر من 140 يوم اضراب ووجع وتعب وصمود، ما ظنيش انه في رساله لازم تتوجه للشعب. انسان ابننا مش غريب، ابننا بقاتل في امعائه بصموده وبصبره مشان ينول حريته، واحنا ولا معانا خبر، مبنجين الحمد لله رب العالمين. ومع الاسف الشديد هاي رساله لكل واحد بيشاركش، انه ولا مره طلعوا شاركوا الناس عنها. 140 يوم، أتمنى أن يكون في 140 واحد بس عدد الأيام اللي أضربها. يعني رسالتنا أولا للسلطة الفلسطينية أن كفوا أيديكم عن شباب شعبنا، يتمكن هذا الشباب الفلسطيني الذي حقق انتصارا ونصرا مؤزرا في معركة سيف القدس أن يحقق ما فشلتم في تحقيقه على مدار 30 عام على مائة المفاوضات. كفوا أيديكم عن شباب شعبنا، كفاكم ملاحقة وتصوير واعتقال لأبناء شعبنا، وهذا الشباب قادر أن يفرض معادلة مع بنت وجانس وغيرهم فشلتم في تحقيقها على مدار سنوات.